في قناه طبخه ومعلومه مع ام تسليم. ان شاء الله النهارده هنعمل الايس كريم البرتقال وايس كريم الفراوله بطريقه سهله وبسيطه وهتعجبكم ان شاء الله. اهم حاجه نقول اول المقادير، معانا فراوله نص او كيلو زي ما انتوا تحبيه، ومعانا برتقال، ومعانا كريم جانتيه. لو مفيش كريم جانتيه ينفع كريمه الخفق اللي هي تتباع في العلب في السوبر ماركت. ومعانا كوبايه مليانه سكر، هناخد نصها للفراوله ونصها للبرتقال. السكر ده حسب ما انتوا بتحبوه بقى. اول حاجه احنا جبنا الفاكهه دي الصبح طازه، خدتها زي ما هي، غسلتها غسل حلوه وحطيتها في الفريزر عشان ايه تتلج. لازم ان الفاكهه بتاعت حتى بصوا التلج اهو، لازم ان الفاكهه بتاعت الايس كريم تكون متلجه، تكوني حطاها في الفريزر قبل ما تعمليها، تكون متلجه وتحطها في الكبه وتعمليها كده. كده معانا الفاكهه ومعانا اللي هو الكريم جانتيه اللي معمول، ومعانا سكر بودره. اول حاجه هنمسك البرتقال ده هنعصره، لازم يا جماعه يتعمل لها برتقال فريش اللي هو العصاره اللي زي دي، مش هينفع تعمليها في الخلاط وتصفي الميه منه وكده، لازم يكون فريش. حاجه سهله وبسيطه كده وايه وطعمها جميل ان شاء الله تعجبكم. انا هصفي هنا الاول. اول حاجه هنعصر البرتقال، هعمل بقى بقيه الكميه وهقولها. انا كده عملت اهو عصير البرتقال اهو فريش زي ما قلت لكم. طبعا هو كوبايه ونص، انا مش هاخد الكوبايه ونص، انا هاخد على قد ما انا ايه محتاجه والباقي هخليه. طبعا البرتقال انا حطيته زي ما هو في الفريزر اول ما جبته، والفراوله زي ما قلت لكم في اول الفيديو. هنشيل بس اللي هي الخضرة دي. طبعا يا جماعه دي حاجه سهله وبسيطه وتتعمل على طول، وبيتعمل بكذا نكهه حسب ما انتوا بقى عايزين. لو في كيو مثلا يتعمل بيه، لو في اي نوع فاكهه عندك يتعمل بيه برده، مش هيقول لا يعني. وبيتعمل بالنسكافيه والشوكولاته، مره برده هعمله معاكم بالنسكافيه والشوكولاته، وهعمله معاكم برده بانواع فاكهه تاني كتير ان شاء الله. بس انا اول مره يعني قلت ابتدي كده بحاجه سهله، اوانها دلوقتي الفراوله اوانها كويس دلوقتي في الشتاء بتبقى جميله، والبرتقال. ويا جماعه لازم اللي يخش يشوف على الفيديو يا جماعه يبقى يعمل لايك. يا جماعه مش انا بلاقي مشاهدات مثلا 100 ولا حاجه وما بلاقيش لايكات كتيره. ان شاء الله باذن الله الايام الجايه اعمل معاكم حاجات كتيره، بس عايزين تشجيع يا جماعه لو تشجعنا، لكن كده الواحد عنده احباط. اقطع بقى اللي انا محتاجاه والباقي هشيله برده. لازم الايس كريم لا كريم جانتيه لا كريمه الخفق اللي هي بتتباع في العلب اللي هي عامله زي علب الحليب اللي بنجيبها من السوبر ماركت. انا طبعا ما حطيتش معاكم بقى ولا حليب مكثف ولا الحاجات دي عشان ايه، انا قلت اعمله لكم بطريقه سهله وبسيطه على طول عشان ايه ما اقعدش اقول لكم حليب مكثف ومش عارف ايه. لا انا صراحه بحب الحاجات اللي هي السهله. انتوا كمان هتلاقوا فيديوهات الفيديوهات بتاعتي كلها علياتها حاجات سهله يعني، مفيش حاجات معقده. انا كده خدت حبه اهم حلوين اهم، اهم في الكبه. انا طبعا هعملهم في الكبه بس مش هعصرهم، انا هعملهم زي لغايه ما القوام بتاعهم يبقى كويس زي ما انا عايزاه، وبعد كده هطفي مش هعصر يعني. هنحط بقى معانا كريم جانتيه اهو، ده كان باقي عندي من كنت عامله تورتايه، طبعا هتنزل النهارده او النهارده الفيديو بتاع التورته هينزل، فاتفضل معايا حبه. فقلت بدل ما ايه حطيتهم في الفريزر في كيس مش هيجرى لهم حاجه، فقلت استغلهم يعني عشان الفراوله كتير. هنحط بقى السكر، نص السكر اللي معانا، بس عشان انا الكريم جانتيه بتاعي كمان حاطه له سكر كتير.
برضو وصل لغايه فين. هنزل اللي فوق ده. لو عملتوه يا جماعه والله بالطريقه دي هيعجبكم، وبصوا كل يوم هتعملوه خطير بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، وسهل. حبه سكر وعندك كريم جانتيه، واي نوع فاكهه عندك حطها في الفريزر، لازم تكون حاطه الفاكهه في الفريزر، وهيعجب الاطفال عندك. هنديله ضربتين كده بس مش هعصرها، وهنزلها على طول. حتى لو بقى فيها قطع كده فراوله مش اشكال، هو اصلا حلاوته هو كده. انا هحط حته الكريم جنبي تاني عشان ايه، انا عايزه القوام بتاعه يبقى تخين شويه. كده هو خلاص اتعمل. بدل ما تجيبوا الحاجه من بره ومش نظيفه، انتوا اعملوها في البيت. الكريم جانتيه لو جبت نص كيلو وعملتيه زي ما انا عملته بالميه الساقعه، هتشوفوا في حلقه التورته اللي انا عملتها، عامله معاكم الكريم جانتيه بطريقه سهله. تجيبيه وتعمليه وتحطيه في الفريزر، مش هيجرى له اي حاجه. وتروحي مثلا العيال عايزين ايس كريم في عيد مثلا، في مناسبه، اي حاجه تعملي لهم وتحطيه في الفريزر، وقت ما تعوزوا تطلعوه وتاكلوا منه اهو. افضي بقى اللي في الكبه ده كله، وبعد كده ايه احطه في الفريزر. انا كده حطيته اهو، فضيت الكبه خالص من الايس كريم اللي فيها، وحطيته اهو، زودته بفراولتين كده، احطه بقى في الفريزر واعمل معاكم اللي هو بالبرتقال. طبعا اللي ما عندكيش علبه الثلاجه، ممكن يكون عندك بلاستيكيه ولا حاجه حطي فيها، مش هنخسر برده اهو. بحطه بقى في الفريزر واعمل معاكم البرتقال دلوقتي. دلوقتي معانا الكبه اهي برده، معانا بقيه الكميه اهي بتاعت الكريم جانتيه اهي، خدها بقى كلها. لو في كيوي بقى يا جماعه يبقى جميل قوي بالايس بالكريم جانتيه، لو عملته الكيوي الطريقه دي يبقى جميل قوي. اي نوع فاكهه بقى، اي نوع فاكهه موجود في البيت استغليه. هنحط بصوا معانا بشر برتقال، عشان انا ما عنديش الوان، الالوان المفروض اللي تحطي لون كده في الايس كريم بتاع البرتقال، فانا ما حبيتش اجيبه يعني، وعملت بشر اللي هو البشر البرتقال من بره، القشره بتاعتها بشرتها كده بالمبشره، قلت عشان ايه ما احطش حاجه يعني ايه تكون الوان او اي حاجه من عند العطار، احنا مش عارفين هي جايه ازاي. احطها اهي، هيعمل له ريحه وهيعمل له مزازه كده ايه بسيطه، ولون برده هيدي له لون حلو. معانا نص البرتقانه، بصوا احنا هنحط شويه بشويه عشان انا مش عايزاه يخف، بس كده. نحط السكر، انزل بس اللي فوق كده. ده طبيعي بقى، ولا الوان ولا اي حاجه، تمسك الفاكهه تعمليها طبيعيه، كله طبيعي. لازما الحاجه الايس كريم اللي من بره ده ما بيعملوش بالفاكهه كده زي ما احنا عاملينه كده. هو كده انا مش هزوده تاني لان انا عايزاه تخين. هديله لفه تاني وخلاص.
حاجة سهلة وبسيطة وطعمها حلو، وكل اللي في البيت هيحبوها وهيقولك اعملي لنا منها على طول. طبعا بعد ما تخلصيه خالص تحطيه في الفريزر شويه وما تطلعوش دلوقت. طبعا هو ما اداش لون برتقان قوي عشان ايه، انا مش مزوده الالوان اللي هي بتاعه العطار، بس انا حاطه له البشر برتقان وانا بنزله كده في حتت كده بتاعه البشر البرتقان برده مدياله لون، بدل ما ايه نجيب الوان من بره انت مش عارفه هي معموله ازاي. احطه برده في الفريزر واطلعه لكم بعد شويه. احطه بقى في الفريزر واوريه لكم بعد ما يطلع من الفريزر، لازم تسيبوه اقل حاجه ساعتين او اكتر يعني عشان يمسك، وبعد كده تاكلوه بقى بالعادي كده. واروح بقى احطه في الفريزر وابقى اوريه لكم. هو كده خلاص اهو، انا حطيته 4 ساعات في الفريزر اهو وطلعته. اهو جربوه بقى بالطريقه دي يا جماعه، يعجبكم والله وبيتي وجميل اهو. بصوا متلج طبعا، اهو اهو احط عليه بقى من البرتقان اهو، برده متلج اهو. وطريقه سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي وقت وطعمه حلو، وكمان بيتي يعني مش زي اللي انت بتشتريه من بره اهو. نعمل كاس تاني. لو جربتوه بالطريقه دي يا جماعه والله هيعجبكم قوي وهتعملوه على طول، كمان الاطفال هتحبه. هنحط من البرتقان عليه. اهو يا رب النهارده تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش بقى باللايك يا جماعه، وجربوه ان شاء الله بالطريقه دي. لو في مانجا هيبقى جميل قوي بالمانجا، لو في اي نوع فاكهه تاني انت حابه تحطيها هيبقى برضو حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.